هيتي تعمل لك ابوي كوتو ترا هو اللي ميم تاعها ترا بريدي ترا بريدي ترا بريدي ترا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قبل أن نشرع في دراسة القسم الثاني من الأقسام الخمسة من أقسام الكتاب ودوان كتاب نكون اتقودة مشانن نرى قودة جلقبا قراني قودة لما فاتات اسمي لما فات أدون سين ندرا هناك أسئلة عن الدرس الماضية. قلنا ما هي المسائل الأربعة؟ مسائل الأربعة ما لسيد نعم نعم لا بد المسائل الأربعة مسائل اللي أفرن إنه خايمة لني لا. الأول ماذا؟ العلم. إذن يجب العلم يعني براتو نرتي واجب وانتهب لا بد من أن نتعلم إن لما فا لا بد من أن نعمل مالب لا بد جنة سيقلي يجب علينا أربع مسائل واجب جدتون وان الرافين سنوف مال انتان ايتو هنجر ايتو كنافو الثاني لابد من ان نعمل الثالث لابد من ان ندعو اليه الناس لكن في الدعوة ايوه الاحبة لابد من ان نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لابد دعواك يا ستي والنبي ربي جلق أبين جلق أبونا في سنو في الجفن. لماذا حتى يكون دعوتنا على منهج دعوة الأنبياء على منهج دعوة الأنبياء وترى اليوم كثيرا من الدعاة هو داعي لكن هل دعوته على منهج دعوة الأنبياء هل دعوته على منهج دعوة السلف أديمس دعوة نموت غريغري أديمس دعوة منهج نبوة رجرو أديمس دعوة منهج دعوة سلف توتا رجرو جنة يولا اللي دوغو قروتا قب وانتون نكسيسون نتسينون قبو أكستون قبنو إساني في اللي نسيها قوني أولا تعلموا يا نما دعوة قروا برباد دردور سومالتو رائيقما إلمي تسيني رائيقما برطا إيقا برطاني اتدلقا بعد كناتي دعوانا دعوان لا بد من أن يكون على منهج دعوتي على الأنبياء منهج دعوانا بيوتا مالي بماذا بدأت الرسل
الدعوة إرجولين دعوة مالين جل قبدي يا جماعة بالصلاة لا. بالزكاة لا. بالصيام لا. بإقامة دولة الإسلام موتما إسلامات أمن وانجم دعوة ثانية كيست وانا كنا نجرا لا وإنما بداية دعوته وان دعوة إساني إرى إيقلوا لا إله إلا الله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا دعوة توحيدة يونمي توحيدك أباته حواسنا حواسا موحيدته ما شاء الله إفينو تديمم يوكذن تين أتي دعوة توحيدة رات أبتونهم برباد أصلا أمني دعوة توحيدة أباته جدت دعوة توحيدة رات أبتونهم جرت منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ما هو منهجني نبيوتا جرى ربي تنما ياموك السد جرى إسلام ما تنما ياموك السد ترى رسولوتا ترى نبيوتا مالي بماذا يدعون وبماذا يبدؤون نبيون دعوة إساني مال الراجل كبن هججل كبن كنمو مالي نما يامن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم نبيك يا محمد داع إلى الله قال ربي اتنا ميامات بماذا بدأ وبماذا دعا نبي ربي عليه الصلاة والسلام مالين دعوة إساج القدر أليس بالتوحيد يا جماعة ثبت في ما رواه ابن خزيمة في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية دعوته كانت بماذا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله جاء نملكويتني جدت أنجلكم هذا بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ابتدأ بالدعوة إلى التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الناس إلى التوحيد إلى الإسلام إلى السنة نبي ربي قابة قرأ إسلام أماتنا ميام قابة حواسة قرأتي قرأ إسلامنا قرأ دين الإسلام التيامو يا إخوتي بماذا دعا بالكتاب والسنة هل دعا أيها الأحبة بالتوراة أو بالأناجيل وانجيل ونين فلسفة قراتين أليس هناك قاف نبي ربي إرقموا أليس هناك فلسفة الإغريق فلسفة إغريق والنجم والحضارة الغربية والحضارة الغربية أرومنا والرأيها والنجم وانتوني قراتين جرم تر قاف نبي ربي جرم مشهور يكون بكما والحضارة الغربية وحضارة الرومان والفرس والنقرتها الربية دنيا الرجل وكل قافة سنو مجل لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل دعا بالفلسفة وبالكتب السابقة المنزلة المنسوخة أو المبدلة أو المحرفة كتابا أما أندرات النبي ربي قرأ إسلام أماتنا ميامو إساتا كا قرينو انظر ما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قصة بعثه عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن فقال بأبي أمي عليه أفضل الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم ماذا؟ صوم رمضان فإن أطاعوك لذلك إلى آخر الحديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأهل اليمن حين ذاك أهل كتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما إيه هل قال النبي لمعاذ أدعهم بالتوراة أو أدعهم بالأناجيل نبي ربي قاف معاذ إرقي يا بوغا ورا كتابه يهودا بك ورا كتابه نصارى بك وتدقوا تجرتها اجات
وانجيلان اسلامتي وانجيلا كيسن كيسن اكن اكن جي وانجيلا راتي ربي سيدي نبي ربي لا اذا لا بد في منهج الدعوه من ان نسير على منهج دعوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهج دعوه سلفنا الصالح. فان يو ادمسي دعوه كينيا منهج دعوه رسول ربي الراغوري منهج دعوه سلف الصالح الراغوري داعي تنقفته اللالم لا بد من ان يكون على الخط الذي خط لنا رسول الله دان دي رسول ربي نوكا بصر رسول ربي نوسرري اسرت اسران ديمنا ملي لا نري لا لا نمشي ولا نسير كما نريد كما نشاء اكما فين اولي قد ديمنا دعوه غون اكفينين اندن دامكم مالي سنه رسول ربي لا نباس مالي هرنا موت غري غري ونغوم سمالي يوجت حصول النتيجه نمني توكو توكو كارانتانين يوكين كرا منهج دعوه نبيوتي نبييتين على انما يامي كرا منهج دعوه سلف الصالحين على انما يامتي نمني نيامسون اسلامون ارغم ارغمون ارغمو ولا ينبغي ان نغتر بحصول النتيجه بوان ارغمون كرا نبيتين على ديموس كاريتي سيري دجتو قلمن وملكاون كران كن سري لجدت رتي دليل آمتي انتبه كما أن كثرة العلم وكثرة الناس وكثرة العبادة وحصول النتيجة وانتوني أكناكني خلاص كران الردي مميكني سري لجدت رتي رقاندو سري تأوف واني ميزانا متأمالني أن يكون موافقا لمنهج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة سلف الصالح أديمسا دعوة رسول ربي قدتمو أديمسا دعوة سلف الصالح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما أنا عليه وأصحابي كراسة يوغت أميكو ما ليه ما لدوبكن ونمهدد إسلام إيه يا بونا من يهدوني سلامؤوني عدم سكوني سري رجتش في ميزانة مالتو رسول النتيجة بوان أرقمو ميزانة مالتو جئي جنيك أفكر عندكم لأن الشريعة ما جعلت ميزانا ما جعلت حصول النتيجة ميزانا بوان أرقمو شريعة مالنقوني ميزانة كتلون نقول ميزانة قرتيجة عدم سكن كيك أتيلا رسروا رجتش في ميزاني موافقة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كارو ما نبيتي كار مالي نبي ربي مالي وعليكم بسنتي وسنتي. كناف أمسو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن دعا الناس بالتوراة والإنجيل. أما كان أدو توراة إنجيل نما يامني نمنن إسلام إيه هل اتبعنا في منهج دعوتنا منهج دعوة النبي هل اتبعنا وهل وافقنا في دعوتنا منهج دعوة سلف الصالح إذن يكون ذلك المنهج مبتدعا ولم سنة كرانس مبتدع كرا أكاتانسا بدعا جاممو سنة جامدو بدعا جاما أكاتان اتأتنا ما يامتي إسلام السيتزون كرا قرتي جرايو قاتو باتي إفيفو أديمتي سن بدعا دا أما حصول النتيجة بوان أرقمونو فلا يكون ميزانا فلا يكون ماذا ميزانا متين قوة ميابوي قوة ولا لانتين كم ميزانا تو في الدين ميزان دين الإسلام كني وام ميزانا جئيلة فكاتي قبع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي جل ديمه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا هو منهج دعوة النبي منهج دعوة نبي ونبيوتا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أكنجي ربي وأن نتدبتيب لا بد أيها الأحبة من أن نسير في دعوتنا على منهج دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج دعوة سلفنا الصالح. وإلا يوك راسن ردي مباني كرمة إينها تأجني مثلا أديم سقرتي دعواك ستكرم فينن ديم يوجني لا يقبل الله دعوة ليست على منهج دعوة الأنبياء وليست على منهج دعوة سلفنا الصالح. أديم سدعوات منهج سلف الصالح قتمين أديم سدعوات أديم سدعوة رسول ربي قتمين لا يقبل الله خساران جلاتا إنما هو يكون وبالا دلين تتهي أرقم جدتونا كلهم دموا علمي اتهاجما بكم ستهاجما كتابا علماء أهل السنة والجماعة مالجئا من ربي كم جي نبي كم جي سلف الصالح كم دعوة قرن أبي بكر عمر عثمان علي أصحابا والرسول ربي لا لأنون جئكني أديمتي دعوة إساني أكم فكاتا أديمتي دعوة كيا أديمتي دعوة ساني قاتمي هيي أديمتي دعوة إبلو أديمتي دعوة جرساني قاتمي يو قاتمي الحمد لله يون قاتمي سر فتورة ججباتونا. الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاء به رسله بتصديق فيما أخبروا به وطاعة فيما أمروا وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين يعني إلى التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان داخلة في الدين كما قال في الحديث الصحيح هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم أكم جو. فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه قرى دين الإسلام التنمى يامران إلى التوحيد ثم إلى ما هو مكمل للتوحيد ثم إلى آخره. حالك أنا عندي ممكن يدرك أما جيتون كان إن شاء الله تعالى أديمسي دعوة لا بد من أن يوافق منهج دعوة الأنبياء أبلو داعي لا قفامي أبلو دعوة قد لا قفامي لا أديمسي دعوة لا أكا كان عن دعوة قد النجرة مالي بيوجدتا هرن وهرك حواس أكجرون أدي كارو ما فئي وربيكم سامل أدو كتابا كرين دعوة قونا جئيلا فاخأو بي أساليب شتى دان دوام بايدا ولا لا ودين دعوة قونا دعوة عبادة ولا لا دعوة قونا جتوني فيه شبه بماذا يا جماعة بالنصارى نصارى تفكاتون وهركاتا يعبدون الله على ماذا على جالي الدعوة عبادة ولا ما عبادة دعوان كن عبادة عبادان توقيفية أكا رسول ربي اتن في ملين تو أكا رسول ربي قد ملين تو أكا رسول ربي ديم ملين تو كناف تنبيها نبرباتي مالي نموت قرتيجا عديم سسري كنا فالسا نموني عديم سسري كنا فالسا بايئتهم ندقون قب نصداتشون قب ولو كثروا انقفر ان ادوبا يتني يوتر عمله اديم سيتشو فيت ان وفين بهو اذا كانافو نموت كانو بتشو جرانا وريد عواغونا جتن بارك الله فيكم ربي سنا بركه تشو اكاتان دعوان تقول مؤكنا ما هي منهج دعوه النبي ما هي منهج دعوه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ما هي منهج دعوه الصحابه وسلفنا الصالح من الأئمة الكبار أئمة المسلمين إمام مسلم توتا ورين نوندرا أديمس دعوة ثاني كم تري كان صحابة كم تري كان رسول ربي كم تري من أبد ألا لا جركين
جنيه لابد من ان ننبه نمني ربي قرتيقى رحمتي ساقود اكدام مقوف حالة سنين دم يسون كنجة برباد تيسا رجتون افيادة تيسي اسن الله يادة تيسو برباد اجتا. وبإذن الله تعالى نشر في درس اليوم، وأقول مستعينا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى إقا قود لما فادا قودوان كتابك تقود مرة كلما فات قافس أنه وهي المسائل الثلاثة. المسائل إيه؟ الثلاثة مسائل وان يوكي قافي وان سدين كوني قودة كتابتي اتقودة مرة. قلنا مسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. مسائل الثلاثة كإني جاءوا في أصول الثلاثة كإني جاءوا تقوم ولد ولد. وقلنا أما ندرى درسي كده برسيني جرمال الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر الثلاثة. أصول الثلاثة جدتوني قافي وان قبري إيه سديني من ربك من نبيك وما إسيتنا سدينت أصول الثلاثة جامد. أما المسائل الثلاثة أما قافي وان سدين إني بانو هي وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الألوهية والبراءة من الشرك وأهلي. مسألة الولاء والبراء. أو المسألة الأولى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والمسألة الثانية توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة إيه؟ المسألة الولاء والبراء. إذن مسائل سدين وآية توحيد سديني تيفي وآية مسألة الولاء والبراء. مسائل لجلقبا مسألة سدين الرا توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات بكيسا كباجن. إني لما فا مسألة لما فا توحيد الألوهية بكيس ساقب مسألة سدفة مالني مسألة الولاء والبراء. إذن المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم قال ثم استدل المصنف أتى بالدليل مقرونة بالمسألة. مسألة يجد بتبودا رجاء تكندسين في دجته. هذا دأب أهل السنة والجماعة. كن هال أهل السنة والجماعات يذكرون المسائل مقرونة بماذا؟ بالأدلة. رجاء مسائل وقول فكان رجاء أوليك إن دي سني دبتون أديمسا وأهل السنة. ودليلهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وليس دليلهم والنبينون نتي أديمسا أهل السنة دليل لساني كتاب بنماندرات اسمتي وان غرا غرا غرتي كنموني واللالان دين بين اتراغا قدتني متجتور. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أكنجي قبل أن نشرأ في دراسة هذه المسائل الثلاثة قافي ونسدين كنا قرأوتي سين وندرتي نسأل ما هو التوحيد؟ توحيد جت مالي هاجنو مالي يوجت نما باي نيجر اورا توحيدات يجا خاطر قرار ديمت ياتيك شخص نما وي ستلو فيقول انت موحد اتيغرتي موحدين ورا توحيدات نما ربي توكتوم سيو سينجي تقول نعم انا موحد ايجتون كننور اموحدين انا مجد. ها يقول هذا الشخص نمتس سن جمال ما هو التوحيد لغة وما هو التوحيد ايه شرعا. توحيد جت اللغة مالي شريعة مالي وما اقسام التوحيد قهدوا توحيداه مالي. هل قسم اهل العلم التوحيد اهل العلم توحيدك انا قودني جرني مالي اقسام توحيدا يونون جئي
لابد من أن نجيب. كان ديبسو دندقوا راح في سنو فنجر رجيتا يو كان كان ديبس نتاني فقولكم وأنا موحد أم موحد يري فنجتو مال نور كاتا يا ديرو ماذا يكون كجبتا منتو كجبتا أم موحد يري فنجن إيغانا يو خا ديبسو والله اللتاتي ترواي توهيدا وقوغا فتمني كجبا نهار كاتا كناف لابد من أن نعرف التوحيد بحسب لغة العرب ولا بد من أن نعرف التوحيد بحسب ماذا الشرع ولا بد من أن نعرف أقسام التوحيد أقسام توحيد اللي بيكون كينيا حفيسهن كبو سرية تقر تقر فقينياني بيكو دندقو كمنا جيتر. طيب التوحيد لغة توحيد نقر لغاتي مالي جنيو لالي توحيد جيتوني بحسب اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا وحد الشيء واتقبضه إذا جعله واحدا. إذن التوحيد لغة ما هو مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل شيء ماذا واحدا جعل الشيء واحدا و فقوغروتو مال جامع فان عرباتي توحيدة جامع جدتو واضح يا جماعة كانوا والقافتون كسم عرباتي ما هو التوحيد يا أخي هل أنت بوحيد جاء رجل يوم من الأيام وطالب من الطلبة يعظ الناس فالرجل فيه شيء لعله فيه شيء من البدع ماذا تعظ أيها الطالب واي مالي قرساجر تجين فقال عن التوحيد توحيد الران قرساجر آجين فقال الرجل مباشرة الذي دخل المسجد ما هو التوحيد لغة وشرعا الرجل قد حفظ فقال التوحيد لغة جعل الشيء واحدا وشرعا إفراد الله بما يختص به أجاب ولا ما أجاب لا بد من أن تجيبه. طيب إذن توحيد جدتون جعل شيء ماذا واحدا شريعاتي إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به وربي التيم بتاته لا وربي التيم بتاته هجر وان ربي التيم بتاته يتني رب وبتابا صلات وربي التيم بتابه وانسا كيستي رب العالمين تقرتيقا رب العالمين لا مخلوق قرتي شريك قروني لا يجوز بل هو شرك وحرام شركي تا حرام تهاجت. إذن لا بد من أن نفرد الله سبحانه وتعالى لا يكون معه شريك ربي وجه شريك قرون حرام جت. أشياء خاصة بربنا تبارك وتعالى وانتوتا خاصة يا ربي كينات أنكستي لا يمكن ولا يجوز أن نشارك به فيها أحدا وربي كينا إسي كيستي قرتي خاصة يا إتتي وان قرتي أنفى ربي تي كيستي مخلوق التفنة شريك خالق أقول أن كينا هنتو ما لسن يوجدت من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ربوبية خالق أكسد مخلوق يتشرك سيسون هنتو جدت من الخلق والرزق والتدبير أمري مخلوق أمو كيسد ناتسو كيسد أمري مخلوق أقرد قلتو كيسد رب العالمين بالتابها كان كيستفون مخلوق أيو شريك خالق أغوني يكون ماذا شركا شركي تهجدتونا أقسمه في ألوهيته عبادة إساء كيستجدت ألوهية إساء كيست إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إفراد الله بأفعال المخلوق إبادان قبروتا قل أين يفهق أين يفهق الله قفاف حق جدتونا أقسمه وفي أسمائه وصفاته إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه
أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بإثبات ما أثبت لنفسه ونفى ما نفى عن نفسه. والرب القرآن كيست إفيرة جايز إسارة جايزه، والرسول الحديث سيئة كيست إسارة جايز إسارة جايزه، والرب إفيرة مرمي إسارة أبمسيزه، والرسول ربي إسارة نفية إسارة نفية أولان من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. صفات ربي وقرى قاسف فكيس ملت جدير ملت معنى أبسيس ملت. هذا هو التوحيد. كانت مال جمع يا جماعة. إذن كم أقسام التوحيد؟ ذكرنا التوحيد لغة وإيه وشرعا. ما أقسام التوحيد؟ ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هل ذكر هذا التقسيم أهل العلم ولما أني أهل السنة والجماعة؟ لا، تقسيم أكناكنا كتاب برساني كيستي دبتني جرنيه يوجدت. أي نعم. وممن ذكر ذلك من علماء السلفيين من علماء أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، سجل كتابة زاد المعاد. لا بنتلالو يبرباد لا أكا توحيني توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. يا جماعة ما كتابة علماء أهل السنة كيسا كتاب العلماء الجبا كيسا ما اسجل جنم ديون وقابته. لا بد من ان نعرف المرجع بكدوبين كون الرافود ام بيكون كنيا في سقبا. يا جماعه ايوا برباكي صار مرجع بيكون بكدوبين كون الرافود. سجل زاد المعاد مجلد افرفا صفحات ابلما ابن القيم الجوزيان: الاول توحيد الربوبيه، الثاني توحيد الالهيه، الثالث التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يسمى توحيد أسماء والصفات. كجنو بك يروغري توحيد الأسماء والصفات جيني ياما ومعرفة أسماء وصفات وأفعالي جي نياما، ويسمى توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات يكون نياما الجميع التوحيد العلمي. كانو تبينيت أمنو جيتو الاعتقادي كانوا قلبي تقولون فنيت أمن نجيتون. سجلتم كتابك نرى أرجتون لنديزن زاد المعاد كان ابن القيم مجلد أفر صفاميك إبلما وتوحيني أكسد اتخوذ. واضح يا جماعة لابد من أن تعرف المرجع. ماذا درسوني باياني أقسام التوحيد كم يوجد تيم؟ ماذا يقول ثلاثة؟ أين المرجع؟ ماذا بيك أنا إيسافو تيه يوجد تيه باياني سايتو ركتو لنا أكا كسم تاني. وسجل ثانيا لما فا لالي الفوائد كتابة من القيم فوائد كتابة جم جوزتك صفا سقل بنتي لالو دندي ساجد تارا. ما الدليل على هذا التقسيم؟ تقسيمك نردت ما لدليل لي يوجدت كما ذكر كثير من علماء أهل السنة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين جدتم معنان نفرد ربنا تبارك وتعالى إيا بماذا؟ إذن هذا هو الذي نقول ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد الإلهية، توحيد العبادة إسكن. وقول الله تبارك وتعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، قاف جنه توحيد ماذا؟ ربوبية. رب جاب جنة الخالق والمدبر، أليس كذلك؟ إسأومه إسأمره قرأ قدلته. إذن
الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الانفراد بالربوبية. وقوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مالك، هذا ما هو يا جماعة؟ الأسماء والصفات، صح ولا لا؟ الرحمن اسم يدل على ماذا؟ على صفة ماذا؟ صفة الرحمة. الرحيم اسم يدل على ماذا؟ صفة الرحمة. مالك اسم يدل على ماذا؟ على صفة الملك. إذن هذا توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. وفي القرآن مثل هذا دليل، مثل هذا الدليل كثير وكثير جدا. وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما ماذا؟ فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده أي وحده، هذا ما هو؟ توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، هذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. إذن كما أن أهل العلم أخذوا شروط الصلاة من الكتاب والسنة وأخذوا أركان الصلاة، واضح ولا ما واضح؟ لو قال لك من أين أخذتم هذا التقسيم، قلنا أخذنا من الكتاب والسنة، كما أخذنا ماذا؟ شروط الصلاة من الكتاب والسنة، وأركان الصلاة من الكتاب والسنة، ونواقض الصلاة من الكتاب والسنة. إذن عليه ماذا؟ أدلة. عليه ماذا؟ والتقسيم والصبر من منهج استنباط أهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة. وأجمع سلف هذه الأمة على هذا، وبينوه في مدوناتهم العقدية. علماء أهل السنة والجماعة أكثر تكون رواية توحيدات كتاب إسانيك بيان قراني جلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، فما شاء الله كان وما لم يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه. فهذه المعاني وما أشبهها من معاني ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته ونصره وإحسانه، هذا معنى ماذا؟ ربوبية ولا لا؟ ربوبية. معاني ربوبيته ملكه، خلق، رزق، هداية، نصر، إحسان، بر، تدبير، وصنع، هذه معاني ماذا؟ معاني ربوبيته. هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني. كان شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى مجلد لما فا صفحة إبسده في سقلتمي سقلرت دبة. قال رحمه الله نجي ما التي دي به توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده. إذن كتب ابن تيمية توحيد الربوبية ولا ما كتب؟ كتب. انظر هذا أيضا في مجموع الفتاوى، كان مثل هذا هو برباد مجموع الفتاوى مجلد توقع صفحات قدمي سديرت اللي وما كان ربباد. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فكما أن الوحدانية واجب له لازمة له، فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له. أكما ربي فخبمان فكتمان لازمة ساتئ مخلوق نموك عيدات مالي مالك عيدات مخلوقة شريكة قب أكثم وكثم مالي خلق الزوجين الذكر والأنثى، كل صفات مخلوقات الزوجية صفات ماذا؟ المخلوق. والوحدانية صفات من؟ خالقنا تبارك وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآية توحيد إلهية وقدبت وكأو توحيد الألوهية، بل القرآن قرر فيه رب قرآن كثير قائسة جرى توحيد الإلهية. توحيد الإلهية
إذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله تبارك وتعالى قرر في القرآن ماذا؟ ماذا؟ توحيد الإلهية. إذن ليس تقسيم التوحيد إلى ربوبية وإلى إلهية وتوحيد الأسماء والصفات بداية منا نراك جلك أبا ميمتي وانم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله والرئيس أندرادز ومجري جتاتر. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية قرآن كيستر الجازفة توحيد الألوهياني ذاك حيث قال ربنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وما كان معه ماذا؟ هذا إقرار لتوحيد ماذا؟ ألوهية. انظر مجموع الفتاوى انظر منهاج السنة كتاب منهاج السنة جم جوز سدي تفائب سدي كل سدي رتي توحيد الألوهية وانجب رب ما قرأ لك يترقى يسجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نودبتي يجدت لا لودن ديسة. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقد عرف أنه لم يذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به وأن ذكره تطويل بلا فائدة. أكثم قماز إجابة لنا ندبة إن شاء الله تعالى. كناب إن شاء الله تعالى تقسيم التوحيد إلى ثلاث ليس بداية منه نرى خجلك بمودون تاني وإنما هذا مما قرره علماء السلف وعلماء النوندرتي رقاسسني وأجمع عليه سلف هذه الأمة على هذا وبينوا في مدوناتهم. فمن أراد البيان فعليه أن يرجع إلى كتب السلف جرى كتاب بالسلف توتا ديبيتي بربادي لكن أقري كتاب كم لالتك سارب دي ميهمي يجين كتاب من الالي مي كتاب بواي توحيد رتي بريفة من كان علماء سلفا بريف سنرى كتب من خزيمة وكتب غيره بكم لالتي كيسر أبديدي كوني تقسيمنا كنا تقسيما بدعي جت أيها الأحباشي وأيها الصوفي وأيها يا قرتيقا ورقر إنكارو جايتي اتهم جت راجع كتب أئمة السلف جرى كتابا علماء تسلف توتا دي بإلالي يوحق خبر بادو تاتي أتي كيسا أرقتاهي جت واضي يا جماعة ايه وانا كثير مو امو ري اخوانا كنا جمر ايه انا سلفي لي كنا مرمن جتو جل قبديتي مرمن فو اساني قدوجر اكثر كان ان شاء الله تعالى هداه الله ربي جراك جلج وان جنوني كمنا ربي جراك جلج نما وان كتابك السجر مرمي وان ارغي وان قرئ وان قرئ سينما مرمي ما الجتار يا ربي كجيلتي يا ربي هداياك كني الجنة برد بروق فلو تبني جنون أدان الله وإياهم يا ربي نقجيل الجنة برد بروق فابرو نبرا نجرا نجرا تمام النبرا توحيد جنة جر هذا التوحيد لفظين توحيد جوكم شو لم يأتجيس ما لف تراني نفني الرا شو رأو سبد الله ما هم يجيت قراتي جراني خير ان شاء الله اكثني اقا توحيد وانجي وخنا هل هذا اللفظ لفظ اصطلاحي ام لفظ ايه شرعي جاي قابل ما القراتة عجل الثاني المتكون يقول لك ماذا توحيدا قروجر عجل توحيدا قراتة ايه فقل له مباشرة قلت من قابلتك ايه
هل هذا اللفظ يعني لفظ التوحيد لفظين توحيد أكل هل هو لفظ شرعي لفظ شريعاك يستن ورفمه أم لفظ اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم أهل العلم مو لفظ علماء الرتي والإيقلا لأنه هناك لفظ اصطلاحي وهناك لفظ ماذا شرعي وهناك لفظ لغوي لفظ لغوي تجر لفظ اصطلاحي تجر صح ولا لا ولفظ شرعي خنا تجر ما لفظين توحيد جوكني شريعاك يستنود فيه هل جاء هذا اللفظ في الشريعة ها لفظين وفجر ما النف توحيد لفظين جوكن هل منكم من يتذكر باب الحج باب صفة الحج ودخول مكة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الطويل في صحيح إمام مسلم رحمه الله حديث إيرا جابر بن عبد الله الرؤديفم في مسلم كيسد ماذا قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فأهل النبي بماذا بالتوحيد إذن لفظ التوحيد لفظ ماذا لفظ شرعي واضي ولا ما واضي هذا هو الدليل ما دليل ما لفظ توحيد جو كون قرآنك لفظ شرعي ايوه شرعي جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالتوحيد إذن هذا لفظ ايش لفظ شرعي إن كل لفظ شرعي جدتو عثمان دميسود اندووك ابناء جدتو والخلاصة دباب سنيجا ذكرنا أن التوحيد توحيد الربوبية ما هو توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير هذا حد ماذا حد ماذا يا جماعة حد توحيد الربوبية وأما توحيد الألوهية ما هو أو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة تقوم معنا ما هو إفراد الله بالعبادة وإن شئت قلت إفراد الله بأفعال العباد مثل الصلاة والصيام والدعاء والزكاة وغير ذلك من عبادة العباد عبادة من عبادة الناس من عبادة المخلوق إذن عبادة مخلوق ندلقون كنهن دينو أين يفتوق أبا إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال المكلفين بأفعال العباد دلقون قبروتات الله كان بالتعباته دلقان قبروتات قوجين دلقان كن مالفا الصيام والتوحيد والعقيدة ها والاعتقاد الصحيح هذا عبادة ولا ما عبادة دلقا قبروتاك قلبين قبروني دلقاني في تقامان دلقاني في كاربان دلقان هندانو إنهم بالتباس هنا رب العالمين بالتباس وأما توحيد الأسماء والصفات ما هو إفراد الله بجميع أسماء الحسنى وصفاته العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل كانت توحيد الأسماء والصفات جاء أمام إذن نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وننفي عنه سبحانه وتعالى كل ما نفع عن نفسه أو نفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نمثل حين نثبت صفات ربي سبحانه وتعالى صفات مخلوقات ولتم فكيزن لا يمكن برئن مملو فكيف يكون الخالق الكامل صفات ربي كاملة مماثلة للمخلوق الناقص مخلوق ناقص كنا ولتم فكاتن ملا لا هملو جتشونا إذن هذا هو تعريف التوحيد الثلاثة
تحدي توحيد سديني تجتورا أصلا توحيد عرف أدونا من ونجي توحيد أبس أدونا من ونجي مال جنة جنة توحيد لغة جعلوا شيء ماذا واحدة وشرع ما هو إفراد الله بما يختص به من ربوبيته وألوهيته وأسمائه. وهذه هي أقسام التوحيد أسماء اسمتم مالك يسدي أقسام توحيداتي جدتون. الآن إيجا كان دبني وقلنا أن التوحيد لفظ ماذا شرعي وأن بداية دعوة الأنبياء من ماذا من التوحيد إلى الله من الدعوة إلى توحيد الله دعوة قرأت وكتما ربيتنا ما يا مراجل كبان إيجا جني نشر إن شاء الله تعالى مباشرة في المسائل الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فأقول مستعينا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسائل الثلاثة مسائل ويوكين قافوا وانسدين مصنفين ندبت. المسألة الأولى مسألة أنجل كبا قال رحمه الله الأولى هذه المسائل ماذا قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة تعلم ثلاث هذه المسائل جت نسخان قرين تعلم برتون ثلاث هذه مضاف إليه قونيتما المسائل بدل الراقوني تعلم ثلاث هذه المسائل مسائلي والعمل بهن لا بد من التعلم أولا ولا بد من العمل به ثانيا كيف تشرح موانا برسنيتا فقال رحمه الله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فبعدما قرر هذه المسألة الأولى أتى بالدليل يقدر تيجا خلق ربة دليلا نفيد. فقال رحمه الله ما لي دليلا نفيد يا جماعة بل أكنوتي هقو وانتقنا مرة أجني أكنوتي مال جتو آداء قول أني بروفي مال ما الدليل هقوي في بس مسألة تقرر تيجا لفكني أكمال في رتو بروفي وانسني رترا قافلته ليربنا أنا على هذا التربية عظيمة الجليلة قدس بريدة أكنا قدس بريدة أكنا أكنو قدسو في جيتشور قدس بريدة أكنا يو قدن هندقم رقان نور فوق أبوس الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة جيتشو عديم سنو أقرسي واضي ولا ما واضي. إذن ثم استدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا ما معنى وبيلا شديدا فأخذناه أخذا وبيلا قبا جبائسك أمني. إذن مسألة دراكنا كيف ستي فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية حيث قال خلقنا الله سبحانه وتعالى ما هو خالق الله خالق أجتور أرجن أجتور ورزقنا الله ماذا الله خالق رازق قاري. إذن الخلق والرزق إفراد الله بالخلق والرزق من توحيد ماذا توحيد الربوبية أجتور أسماء ربي خالق رازق أجدت أرجعون كأني ومالني توحيد الأسماء والصفات. هذه المسألة الأولى من المسائل الثلاثة. وذكر بعض أهل العلم أن المسألة الأولى مسألة جلقباكني ذكر المصنف فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ردبتي مالف أن الله خلقنا ورزقنا ولم يت خلقنا ورزقنا بمنزلة مقدمة أك مقدمات قلت إلى لم ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا بمنزلة مقدمة الثانية فمن أطاعه دخل الجنة ومن أصاه دخل النار مثل النتيجة
akawan qiyasa rakabe musannifin kun adeemsa keessa maallu agarsiisutti jiruti natiijaa nu agarsiiseeti idan khalaqana warazaqana thumma arsala ilayna rasulan ega nu khallaqe nu razaqe ergama nutti erge natiijaa waan kana maal akkasaanu faman ata'ahu دخل الجنة ومن عصاه إذا ذكر المصنف في هذه المسألة الأولى أن اتباع النبي ماذا لقوله قال الله إذن فقوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه إيجا إذا خلفوا إبدنا منك قال إيسا قرون جنتنا منك اتباع الرسول ما لجتون وقرتي إذا كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجبا ففي هذه المسألة نهي أم ماذا؟ عن الابتداع. لا مسألة دراجنا كذبتي اتباعي واجب جدتو قابل نبرسيس مسنفين مالتم حرام جدتون وقرسيس أجل ابتداع حرام كراغر تي رسول ربي جلد يموت أبني اتباعي أبون مال لما قولا مبتدعين ما قولا واضي يا جماعة آية القرآن إن فتسي فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا رسول خلفه مالته نكبمه اتباعي أبيك كبمه يا أمة الإسلام أمة محمد مال أبينا لدبين اتباعي أبينا فلان اتباعي ما هو الابتداع إذن في هذه المسألة أمر بالاتباع ونهي عن ابتداع أمر بالاتباع اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن ماذا؟ عن الابتداع باسم باسنا رسول واني ارقنيت اكاقالي ساقوتني جل ديمتني بإسم جل مالتا ديما أنا نتموت تجرى رحمه الله. هذا المسألة ايه؟ المسألة الثانية مسألة لما فاك اني رودبته الثانية أن من الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته ماذا أحد لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي أكن ننجي الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته في هذه المسألة الثانية مسألة لما فاكنا كيسة مسنفين مالتين وأججين مالتين أن أرقود بتاجر في ذكر توحيد الألوهية وفيه نهي عن ماذا عن الشرك مسألة لما فاكنا كيسة مو توحيدتنا ما أججني شركي رانا ما أرقود نودبتمي يجدتو واضي ولا ما واضي الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا مسألة ولا ما مسألة ثم بعدما قرر هذه المسألة إيجا قرتي مسألة تيغن لفكاهي أتى بماذا بالدليل هذا تربية عظيمة جدا هذا منهج علماء السلفيين هذا منهج علماء أهل السنة فقال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إذن ربي القرآن خنا كيستي فلا تدعوا الله والجنين قبرنا مع الله الله والجنين قبرنا أين أحدا أحدا إنكني نكرة في سياق ماذا نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد لا فلا تدعو لا أنت الناهي يا جنب تدعو فعل مضارع ولا لا مجزوم بلا إيه بلا النهي أحسنتم بارك الله فيك إذن فلا تدعو مع الله أحدا فنهى الله عن دعوة غير الله مع الله عز وجل ففي هذا أمر بإبادة الله وحده وفيه نهي وفي هذه الآية أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك إجا مسألة لما فهمالته أقرق يا جماعة توحيد
ألوهيات وقر إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية كان مسألة لما فر أرقني جدا مفهوم يا جماعة ثم قال الثالث ثم قال ماذا الثالثة جي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب هذه مسألة ثالثة إسنتم مسألة سدفة إني قرتي قدرات قائد فقال قبتي سدفة تيجو فقال أن من أطاع الرسول طاعة الرسول هو اتباع من؟ اتباع الرسول وهو الذي قلنا هو ضد ماذا؟ ضد الابتداع قال لا ابتداعك جنسني بك لا قال في أول المسألة يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاث هذه المسائل الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه ومن عصاه إيقنا اتدي بيبتزن ما الجي الثالثة أن من أطاع الرسول نمني الله قرتي نمني إرقما الله قاليقون يعني اتبع ولم يبتدع ثم في المسألة الثانية ذكر ماذا ذكر توحيد ايه توحيد الألوهية دبت اتيزن مرمالجي ووحد الله تقلتي واني مسنفين مسألة صدفة كيسة سوجر واضي يا جماعة وانسان الرانة سيجاء دبي الدنوب باساجر الثالثة ان من اطاع الرسول يعني أطاع رسول الله ولم يبتدع بل اتبع فرسول اتباعي قد ابتداعي رافقات يعني السني السلفي نمت سنييته ايه سلفييته ووحد الله لأنه قال في المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولي براس علي براديسي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إسيسان إما مالون جاجر مز ووحد الله ولم يشرك بالله لا نبي مرسلا ولا ملك مقربا كما ليك اللي ربي تشرك سيدين كنبي مرسل اللي ربي تشرك سيدين إيقا لما تنن وقباتي تم اتباعي في توحيدة إيقا وقباتي رمتي مالتي سنبقهم لا يجوز له عاتق على المسألة هذا هو الميزان لم يتدقمان اتباع رسولاته يقمان شرك الرافقاته ربي توكتشوم سجدت بك اتمزن مؤسا لا يجوز له موالاة من حد الله بالإشراك به ورسوله من حد الله ورسوله بماذا بالابتداع ابتداعا كرسول فعله شركين كرسول فالد كرب فالد شركين بدعة معصية لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب موالا نمقى بدعة هجت نم معصية هجت نم شركي هجت جال اللوغة الإساف بكوم هذه المسألة الثالثة مسألة تدفع لكم مال إني يودن نجا مسألة البراءة من الشرك وأهله مسألة الولاء والبراءة في تنكيسة دبا أسرتي مال لا اللي يوجدت ربي القرآن كان أنكيسة والدليل قوله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أكنا دي آخر الآية إذن نمتي تبكو إيجا إفي ربي تبكي تومتي إيجا إفي رسول ربي جلديمي يجب عليه البراءة من الشرك وأهله ما
مالين الراب كلاو كبا براءة من الشرك واجب جدته مسألة ذكر في هذه المسألة وجوب البراءة من الشرك إيه واجب. لماذا يتبرأ الشخص مالين لم يتق شرك الراب كلا يوجن أولا بقلبه تتبرأ بماذا بقلبك لا تشرك بالله في ألوهيتي وفي ربوبيتي وفي أسماء سبحانه وتعالى ثم باللسان إيجنا الربك يتيرس شرك الراقل قل الله كما قال إبراهيم عليه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم إنني براء لا تقل أنتم على حق أيها الكفار يمكن كفار يا كفارة كيف سنب أمنتها قادهين جئي يا أخي أكنن جئين يوكنا جئ حال هذا تبرأ من الشرك وآله ما تبرأ بلسانه لكي قلبي الآن سرين جرى أفعل ما ننجرى الصبور أجي واني جامني جرى نامت إسلام مسلم من كإشارة قاتل إسلام من كإشارة قاتل إذا تبرأ من الشرك وآله بالقلب بالقلب فقط لا بل بالقلب وباللسان والجوار هل التبرؤ من الشرك وآله بالقلب فقط كاف لا انتبهوا يا جماعة ما أعرف لا بد من البراءة بالقلب وماذا وباللسان فقال ربنا قل قل ووجوجا مالنجا يا جماعة بماذا تقول أنت إذا تقول شيئا بماذا تقول باللسان إذن قال ربنا لنبي محمد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما جي يا محمد دبد والربع مال يا كافر توتا وانس انقبر تران انقبر جئين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أكنجئين دبد والربان هذه آية البراءة من الشرك وأهله الله أكبر لا بد من هذه البراءة باللسان يعني الربان شركي راك قل قل لي تاني دبت الرا حفين سنوف جرو جيتو الثالث البراءة من ماذا من الشرك وآله بالجوارح قام كيتي الرا قل قل لي قام قل قل لي وجدتو الأكم بعدم مشاركتهم إسانت شريكتو في احتفالاتهم والقهوة الإساني كيست تعمل تار عيسى والقيان وطقوسهم إداسة ولساني كيست طقوس جتوني طرق العبادة عند هؤلاء الكفار بس إداسة إساني كيست اتشاري تقام كيتين أنت براء تبرأت بالقلب وتبرأت باللسان لكن شاركتهم في طقوسهم بجوارحك أمالك الدافع ثانيك يستيرمان هل هذا بريء من الشرك وآله لأن البراءة من الشرك وآله لا بد من أن يكون بالقلب واللسان والجوارح أمانس لا تشاركهم في طقوساتهم وطرق عباداتهم كروا العبادة ثانيك يستدد شريكني يوك نسدين إرام قل كلاهن هل هذا تبرأ من الشرك وآله ما تبرأ ولباسهم هدو إساني كان دي أم كان أمن تا إساني دين إساني على الكسير كإسان سني أفتا اتفا أفتين فكادين ما لب أفتا إسانو كان مثلا كفار هدو كفار يهودا هدو كفار نصارى نفدوان سيجاب كفار واقفتا وان كفار جرت يهودي أفتو ينفذ إسألوك وليما كان إثيما لنفذني أنت لماذا تشاركهم في لباسهم ومن لبس لباسهم هل تبرأ بالجوارح ما تبرأ إذن أو فيما هم عليه من معتقد وان جرك البيتيادا كيست وان جرك آمت أفتا كيست وان جرد لغا كيست لا تشاركهم كان كيست إسان التقرتيغا هن شريكني إجت واضح يا جماعة ونرى اليوم تعامل المسلمين مع غير المسلمين هل رأنتنا يولا اللي
أكاتا حواسني مسلمة نموتا مسلمة تهيني وجن التجيرة يولا لي حواس إسلاما كان بكسدتي باسني لالولي دندين طرفيني ووسط طرفيني طرف لما بي توقو قمنا جيرا توقو قمت جيرا توقو مو لكا كان ولو ما قلبا كميكتي باسني لالو كنية سدي إني توقفا أكام يوجدت ربيني كافر توتر راقل كلها نون جئتي كافر أمتا كفارا نجايا كدلغن هاد آمنا بيدهم اتقوهي أمتا كفارا لفر رافتي إسان سامي إسان زرفي إسان أجيسي أهدي إسان اتديقي إسان اتخجيبي ككنا راوتو أرقم وهذا غير ماذا غير صحيح كن سري رامي ربين نما قرتيجا عمانتي إسلاما قبني زرفا أجيسا أكاس قولا نما نقيا كنقان دلقاتو تجرو أجيسي ميدي اتخجبي جيجرا ربي نون انجن جيتو كوني وان إسلام مان انقبني إسلام مان أكنا إسلام مان مقابدو وان دلقامي كوني سريمي تاك إني لما فا عربني قام كان مو ربي الأمّة كفارات والجنجرات آنون جئ يشاركهم إسالة شريكة في الأعياد إيدا كيسة إيدا إسالة كيسة ولباسهم وعاداتهم وكلامهم وحلفهم كخوساني كيسة عاداساني كيسة وأوندا كيسة إسالة شريكة والجنجرات شريان كان يمي جئ وهل هذا صحيح؟ كوني صحيح عمتي جنان هناك وسط الدلمان كان كرام بريدان كان نبي ربي نوهيم الدلمان تنجل وذلك إني جدو كان جرس مالي مالي إني يو جنة إسان التنكجبين هنا الجيسين هن زرفين هن سامين يو غرتيك بايلم أوي بايلم تيف بايلم سان التنديقين الرابطي التقرقري جرينا حواسم ما الحياة الاجتماعية جروح واسم ما رأو الجنين جرات وكم ستقافت سرالك افتو بربادو لك اسف عبدالرالك افت الرابط التسقرقوري تقالي وهذا التعامل في ماذا في امور الدنيا جرين نقرتيقا ترتيب جرو دنيا كان كيستي اكا قاري والجنين جرات انو ماهو حقو عليك اسفتي يو غرتي ايفتي بريدات هو غوا غرتي اني ركت غرغار هو غوني قنقره بخنيف ترابطه برباد تغرغري سيغله يوني في رحمك ايته اقيلال تعذروا متوساتي ودين غاب كان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها رسول ربي عليه الصلاه والسلام مريض عمه من أبو طالب رضي الله عنه مريض ولا ما مريض سأله النبي صلى الله عاده النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عاد رسول ربي أدير إساء كافرة قافن لكم ستك قافت من قافني لك قافت وكذلك قافة مريضة والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة رجل من اليهود متعانتك ورى يهوداتي فيار أبي عاده النبي ولا ما عاد لك قافت إستلقى قافتين برتاي قل لا اله الا الله ما لا اله الا الله تنودوج التجنان دعوات تقول رسول ربي قافي قفامي متان ابا صداتي ابا لالن فقال له ابو اعطي ابا القاسم وان ابان قاسم سنجي ايجي ابان قاسم رسول ربي فقال لا اله الا الله محمد رسول الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه هذا هو منهج الرسول رحمته كرار رسول ربي أكان مريضة وهكذا جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه بعدما هاجرت أسماء إلى المدينة فقالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي ماذا جاءتني هاتك ينتلفت يا رسول ربي أكان إثيمة أنفتنا الربر بادي نم متنفطه متنفطه جيت واكني تي في غرغارتي ريم ما متنفطه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيلي
أمك. هذا كلمة أنفق جئه النبي ربي. إذن هذا هو التعامل ماذا في الدنيا جرينيا قرتيقا جروكا نكيستي والجنجراتو شريعان نرغو كيسو ماهو حالا غاري مالي حالا كي غاري خلوكي كي بريدال عليه أكيني إسلامه التنكجبين حالا بريدات تملفتو نور رأيقب. وهل يلزم من هذا الحب بالقلب؟ قلبي ليس كان جالتون ديني سا جالتو قلبي كيسة جالتو وكيساني قبا أقول لا. تبغض بقلبك وتحسن في المعاملة الظاهرية. تبغض بقلبك وتحسن ماذا؟ التعامل. تعاملك أن كيني بريكتا قلبي الآن مو نجيب بتجيجو واضي ولا ما واضي. هذا هو الطريق ماذا؟ الوسط. ترى وسط لك نجيجو ولا تكذبوا اتزن كذبين اتنس حق الرجل الثاني نس حق الرجل راه هنجينين لا يا أخي وانا كان الرا إفا إيقن وانا كان الرا إفا إيقن بل أخبره بالحق حق التيمي فقل له إسان جي يا فلان والله إني أحب لك الخير يا أبلو علي خيرين سيجالتنا والله خيرك في أن تسلم خيرين مو أتي إسلامه كيف تجير يا بوي يا بو إسلامه جيتي اتدبت يا نمن عيسى أتجلن ديما جدت سنوبري آخر الزمان وقوني في بوي انزل ديما نبي محمد جل ديما أسلم تسلم يا بو إسلامي نجابات دنيا آخرات إسلام ما في بريد دور جي اتهمي ملي أمو أسيني صوبتهمين سريجر تجدتين إمو عادي تنديقين واضي يا جماعة. إذن المسلمون اليوم في التعامل مع غير المسلمين على طرفين ووسط طرف لماب وسط التي أرقما جيتورا. فنعرف إن شاء الله تعالى لابد من أن نتوسط في التعامل مع غير المسلمين يا جماعة. ما لا بد من ماذا؟ من أن نتوسط وسط الرتي إساني وجن دي ممكن هفنك أبو جيتشو رايا. والبراءة من الشرك وأهله براءة قاب جنو نمون نلتي براءة راتانو كني لالي أسرت مالتو جريو جني نمكنا لالي نملكني قرين إسانا من نحبه حبا خالصا نما نتقرتي جال لقوتو إسا جال النجة جال لمالي جال لقوتو كهرنهن كمني جدتون جال لقوتو والرجالتون نرى إيقا موتو جيرا. وذلك من؟ وذلك المؤمن الذي ليس عنده مخالفات للشريعة ليس من أهل الكبائر ليس عنده شرك وليس عنده كبائر فيما تعلم ومن الأنبياء وعلى رأسهم الأنبياء والرسل والصالحون وغيرهم. فنحب هؤلاء حبا ماذا؟ تأمن إذا كان جالالا قرتيقا قوتو متو كان جالال نتاني أرقمنا جيتو. والثاني من نبغضه بغضا إيه؟ ليس معه ماذا؟ رضا. جبا جالال تقولين بران جرنا ما نتجبهم وهم الكفار نبغضهم بماذا؟ بقلوبنا. وفي التعامل نتوسط فاولا لا تعاملك إذا توسطتان وفي البغض يوم نبغضهم بغضا إيه؟ كاملا لا بد من ان نبغضهم بغضا إيه؟ كامل بغضا كامل إسان جبنا جلتو. يقول الشيخ صالح الفوزان في اقسام الناس فيما يجب في حق من الولاء والبراء جاللا في جبا وان جا مخانا كيستي نما بكسدت لعلاج كما ذكرت في كتاب الدروس المهمة بكسدت لعلاج من يجب محب من يحب محبة خالصة
نما محبا قل كل جالتو جالتو كم نجرا لا معاداه معها جال لجبان تقول لي نسيلا وجن انجر وهم المؤمنون الخلص جرموا من توتا قل كل من الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وفي مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم متان دراكا وتقرته جال لقوتو جال لقل كل جال انه رسول ربيتي ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة من العشرة المبشرة ومن بايعوا تحت الشجرة والمهاجرين منهم والأنصار ثم التابعون وأتباع التابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. وهؤلاء جروتيك أن نحبهم حبا خالصا. واضي ولا ما واضي؟ القسم الثاني من يبغض ويعادى بغضا ومعادا خالصي خانو تجب نجر جباق الكل خوانتك جال اللي تمخل لا محبة ولا موالاة معه جباق ارتيقا جال لا في واني تكلل تمخل. وذلك من هم؟ وهم الكفار الخلص كفار الكل والرجيع مجدتون من المشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم فكلهم كفار. وان كفار جامي وان لفظهم كفار همارتكنا همتكنا قوتمتو نبغضهم ونعاديهم معاداتا وبغضا خلص. واضي ولا ما واضي؟ الثالث اني سدفهمه من يحب من وجه ويبغض من وجه نما كرتكون جالنو كرتكونو نجبنا فيجتمع فيه المحبة والعداوة إلى تمس إلى تمس إساف نكم جالالسو. هل نبغضهم بغضا خالصا وهل نحبهم حبا خالصا؟ لا. وهؤلاء عصاة الموحدين من أهل الكبائر ومن أهل البدع والرين بدعا وجتنرا والرين قرتي الذين بدعتهم مكفرة الذين ليسوا الذين لم يكونوا ماذا مشركين والرين مشركتو دنتين كان بدعان ثاني مكفران تين نموت كثير من المسلمين الذين عندهم بدع والذين عندهم ماذا كبائر. هؤلاء نبغضهم من وجه ونحبهم من وجه. هذا منهج أهل السنة والجماعة. ومن قال نبغض هؤلاء بغض الكفار فهو الخوارج والمعتزلة. ومن قال نحب هؤلاء حب الموحدين الخلص فهو من المرجئة. واضي ولا ما واضي؟ وأهل السنة والجماعة وسط. أسكت لك قرتيقا ورين أهل المعاصيكا أهل البدعيكا الذين بدعاتهم ليست مكفرة كانوا مبدعان ثاني مكفران تهين مشركتوتا ورين تهين نبغضهم بغض اليهود والنصارى والمشركين والرجل منهم الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية. ومن قال نحبهم لك نتجرك نقرتي أقم ورم وحيدوتا خل صوتا تجالتك أمنا ورجل ومنهم المرجئة. فقال رحمه الله حفظه الله ومحبتهم تقتضي عمك بكتيجر دين الرجلني قلبي لاني جالنا نسياني قنافي أجيلاني جنة والإنكار عليهم إساني رتني إنكار بدعا إساني إساني رتني إنكار شركي إساني معافيا إساني فلا يجوز السكوت على معافيهم دلي إساني رتهن أسر جيتون نمني قافة دلي إساني رت أسيو مال قرأتيتون مال قرأتيتون موالا قرأتيتون قافة كانلان أبلو أهل البدع أهل المعاصي موالا قده كنافو إيجا موالا قده إفيفو إنو أقيدة على السنة والجماعة رابه موالا قده انتهو مالين بيت موالا قده إنسانون انجان لأنه لا ينكر عليهم ولا ينصح لهم ولا يزر عن معاصيهم. فهذا يخرج من دائرة أهل السنة لأن عدم الإنكار لأن عدم إنكار البدع على أهل البدع
نمت بدعاء وجلسة قرد بدعاء إساء إكارو أبو مال جميع أمام موالاة أهل البدع ورى بدعاء جعل اللوغ أتوج أما ما لك نغتو قفا متي بس بل نغتو إتشو دامتي موالاة قرد تجدشون فكان علماء الإسلام تفسرا كان كتابنا تفسر معنى الموالاة ترك إنكار البدع والمنكر والمعاصي على أهل هذه ورى بدعاء كنرد ورى معصية كنرد ورى قرتي منكرا كنرد إنكاروا إيسوا ما الجامعة ما الجامعة يا جماعة موالاة جامعة وهذا هو الذي حصل اليوم من فرقة إخوان المسلمين أو من نهج نهجهم ورين هر إخوان جامعة كوني وركون إسان الرا أرقم إساكن فقفر إساكن مقنامي فتركوا الإنكار على أهل البدع إسان الرت إنكارو إيساني إنكارو إيسو برخوتني إساني وجن توكوماني توكومو بردبرني إسانو ماوتاني نقرزي إسانو ماوتاني بدعاء أدى أدى خدران قرتيقا ورئ أهل البدعي وجهتن سن إتسيرني بدعاء كموليدا بدعاء قرا قرا لبسو جنبرا أليس هذا موجود يا جماعة ونكون أرقمين ونرقمني نيجا غرقب كيدا قبو مولده بيكين كيت لم سماتره مركزه دوران مركزون نيغرتي تكا مولن كيستين غدمين انماو اهل البدعي كما تشوف مولن كيستي غدمين يدج هذا ونكو واشكي وانوتي اكن انجن وسونتاني كونوا جماعان غرين لكي غا ايغا مولده غروتي دي بيتاني لو تسين كيس ساباني جي إيه كيس سابير وفتلاكو نولا تقوصان كان تسأله قافت شدن دي أليس كذلك أشياء أكنا بقنان صحيح ولا ما صحيح صحيح كيس سابير نعم ما يكاس دي لهم كيس ساباني جرب راباني تفاني إيجي اتشو مالي موليني قولم نعم مستيرة مستيرة تكا موليني تنقولم إنو إذن أما قانم نكوني موالا قدر موالا أهل البدع إذا كان التين أرقم جل قبل إردت إنكارو أبو الألوني أرقم أكرم وكنامي إنكارو إيسو برقتني وجنين تقومني إسانو ما أوتاني صاروا ولا ما صاروا تقوتان كناني در أهل البدع تهجرا دران كارو ما تقر وجن تر أما موئسين أهل البدع إذا لمون التن فينا إذا ورد آثار إما مارو جتني ولقي ياسن الرامبودة كنت نبني سيري أدانوا إيقو أبدا ونجامي في وفي الرقر قمير ثناس إسانتو صاروا صوفية صاروا أهل المولد وصاروا مبتدعة أتقر إسان سلابري أتقر جلني فمكيسوا بربادة برجرة سياس ما بجني فكيس ما بجني مالي خرب بدعان وما تدعوا قد اتريمي فكيس روانه كما جت نجرتي دين كذا فكيس نجرتي يابا نجرتو بس دين كذا فكيس نجرت حق يدبتو اذا دغغروت اكرات الرغمه نموت فعدم الانكار عليهم بدعتهم موالاه اسان كنرت بدعاء ثاني انكاروا دبون مع سياسه ثاني انكاروا دبون كوني مال جما موالا إساري جم غاب موالا إساري تيو نمت أهل السنة ما ربي من باني ومن أصول أهل ومن أصول أهل السنة والجماعة ترك الجلوس معه أتنا جنك أراني أصول السنة كان إمام مؤمن كيسد أهل البدعي والجن تاولي سودا إذن اليوم هم يجالسونهم ولا ما يجالسون والقي ماريو يجالسون والجنين تانيتو أهل البدعي والجنتاؤون والجنين تعاملتاؤون عقيدة على السنة والجماعة رانا مباسا إسين تنقى مسألة التين جري بين رأيي كان ما لقى إفي فو ديما نسرا سانو ماو تاني جراني براكو تاني كنو قا هداهم الله ربي سانك أجيل توبائينا مرفت جيسا وان أما والبراءة من الشرك وآلي كيسة مال لبني يا جماعة البراءة من الشرك وآلي بالقلب واللسان والجوارح نمني اعتاد عيدهم نمني عيد ثاني عيد قلتي يا جماعة هل تبرأ
ها ها اتجنا جابت تمام بكن هل جابت كنا جت براءات هذه حقين الله واجريان بده كيزت ماله وانا من تي كيزت تيمي ولا كان عندي تمام الدين جماعه قدامي هاي اكزن اذا ما شهد طقوساتهم نملك الدازي ثاني هرمات تبرع منهم ربي قرآن كيستي أكروتي وان كان الرافقان نقرت ورغ وان كان هبتي الرافقات ربنا عطا يسوع إيقا كن توحيد يتشونكنا إسلام ما يتشونكنا إنكو وان نتئرت جيران إرت دون ركون هر أبي كينيا كان كيستي ببالتو الأدام وقرون بلتو إذني ربي تنك أما ميجرا ركو عدم البراءة من الشرك وآله ركو أمس موالاة آل البدع وآل الشرك كان تبيا كان كذب ولته ديم أكذب وكذب ونت نمو نبي ربي عليه الصلاة والسلام كان نتدبته أو أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا بإسناد صحيح صحه الإمام الألباني رحمه الله تعالى نمني مسألة الحب في الله والبغض في الله بل الاتنان خارج من دائرة أهل السنة والجماعة لا شك بيكار رابها ولا لا نيمتي قارو همدا دينيتي نصيها قدون نبربات سادا جيتشودا واضح المسألة يا جماعة انتهينا من دراسة القسم الثاني من أقسام الكتاب ما هو القسم الثاني؟ ما هو القسم الثاني؟ المسائل الثلاثة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.